السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في فيديو النهاردة هناخد مقال نقدي عن أفضل وأسوأ سلع تكنولوجية في المنزل. A review on the best and worst items of technology in your house. هقوله بالإنجليش وبعد كده هنقوله بالعربي. I am a student. I am in a prep 3. I live in Egypt. We live in the age of technology. It has changed our life. Thanks to modern technology, our life has become easier and more comfortable. We have smart TV sets, mobile phones, lab computers, and other useful things in our houses. These technological devices have pros. They have made our life easier and more enjoyable. On one hand, they tell us about what happens in our world. They also help us watch football matches. But on the other hand, these technological devices have cons. They have made us lazy. We sit for hours in front of these items. Also, they make much noise. So we should use these things properly to live a happy life. أنا طالب، أنا في الصف الثالث الإعدادي، أعيش في مصر. نحن نعيش في عصر التكنولوجيا. لقد غيرت حياتنا بفضل التكنولوجيا الحديثة. أصبحت حياتنا أسهل وأكثر راحة. لدينا أجهزة تلفزيون ذكية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة وأشياء مفيدة أخرى في منازلنا. هذه الأجهزة التكنولوجية لها إيجابيات، لقد جعلوا حياتنا أسهل وأكثر متعة. من ناحية يخبروننا عما يحدث في عالمنا، كما أنها تساعدنا في مشاهدة مباريات كرة القدم، ولكن من ناحية أخرى فإن هذه الأجهزة التكنولوجية لها سلبيات، لقد جعلونا كسالى نجلس ساعات أمام هذه الأجهزة أيضا، فإنها تحدث الكثير من الضوضاء. لذا يجب أن نستخدم هذه الأشياء بشكل صحيح لنعيش حياة سعيدة. كده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.